السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، اتفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. نصيحة لابني عنده 8 سنوات، حازم، اسمه حازم، كان عايز يعلق صور في الغرفة بتاعته، صور أطفال وصور كرتونية. فنصيحة لحضرتك. أما يا حازم، وفقك الله وبارك فيك وفي أبويك يا حازم. أنت تطرد الملائكة بالصور، بصور ذوات الأرواح من بيتك، والملائكة وجودهم فيه بركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يا حازم يا حازم، لا تطرد الملائكة من بيتكم، إذا طردت الملائكة دخلت عليكم الشياطين يا حازم. بارك الله فيكم، الله يسلمك.